بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا اجتماع عمل، جملة ارتبطت دائما بالضجر والملل، ولا نفكر إلا بمتى سوف ينتهي هذا الاجتماع، ونتنفس الصعداء بعد انتهاء الاجتماع. هكذا هو حال أغلب الاجتماعات، أليس كذلك؟ وغالبا ما يكون فشل هذه الاجتماعات نتيجة لإخفاق قائد هذا الاجتماع. عندما يتعرض أحدنا أن يكون هو قائد الاجتماع، تلتابنا بعض الرهبة قلقا أن تكون نتيجة الاجتماع مثل ما سبقه من تجارب عدة. ولكن هل تعلم أن قيادة الاجتماعات أمر مسلي عند البعض، وأن من السهل جذب انتباه كل من في الاجتماع؟ اليوم أريد أن أخبركم بشيء مهم وأرجو الإصغاء. لا تهمني الانتقادات ولا تهمني التعليقات السلبية، فأنا أعمل منذ 4 شهور من أجلكم، والمواقف تشهد. لم أطلب منكم كلمة شكر، أو حتى للذين قدمت لهم عمل لم أطلب منهم لقاء خاص كي يمدحونني فيه أو يثنوا على خدمتي لهم. اليوم أقف أمامكم وأقول لكم إن جمعية العرب والأناضول للترجمة والسياحة والاستثمار لها الفضل الكبير في تسهيل الكثير من الأمور، ودعوت في فيديوهات سابقة الانضمام معنا لكي نتكاتف وندعم بعضنا من أجل تقوية الروابط بيننا وبين الجانب التركي. ومن مجموع أكثر من 32,000 أجنبي بين عراقي وسوري وأردني ومغربي وأفغاني ومن بقية الجنسيات الأخرى، لم أجد سوى 30 شخصا معنا خلال 4 أشهر. كيف يمكننا تحقيق النجاح؟ هل تود أن تسترخي على وسادة ويتم تسهيل أمرك؟ هل تريد أن تعمل أنت بعملك وتجني المال، أو تكون مستقر في مسكنك وتحصل على الإقامة دون تضحية منك أو تعب؟ الكثير اتصل بعد رفض الإقامة لهم ويريدون وجود الحل أو وجود الحلول مني. أين كنت عندما دعوت أن تشاركوا معنا؟ أين كنت عندما كنا نحتاجك في العمل معنا؟ أعزائي، افهموا أمر مهم، إن قرارات دائرة الهجرة بعدم منح الإقامة السياحية أو غيرها من الإقامات فهذا قرار يعود لهم. لكن عندما يروك إنسان ناجح في بلدهم من خلال التواصل معهم وينظرون إليك نظرة شخص مندمج في المجتمع التركي، فمن الممكن ستكون مواطن مرغوب به على أراضيهم. أقولها بصراحة، إن كلامي هذا ربما سوف أجد من ينتقده، لكن أنوه عليك أن تراجع نفسك أيها المنتقد المحترم. أنت ماذا فعلت خلال مكوثك في تركيا؟ هل كونت صداقات معهم؟ هل قدمت شيء لنفسك كرصيد في حساب بنك أو إذن عمل من أجل عملك؟ أو كنت ناصح لبعض الأشخاص الذين يتصرفون تصرفات خاطئة في الشارع العام؟ أو واجهت المنافقين الذين ينافقون على أي شخص بمنشور في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أم كنت مؤيدا للمنشور بدون معرفة الشخص الذي تم التكلم عنه؟ أم بقيت صامتا؟ هل راجعت نفسك يوما عندما تجلس على الساحل وترى منظر الشباب الذين يتصرفون تصرفات طائشة وبإمكانك أن تكون ناصح لهم؟ هل تدخلت يوما بين طرفين متنازعين لحل قضية معينة قبل أن تصل إلى مركز الشرطة؟ لا أريد أن تأخذوا كلامي بمفهوم خاطئ، لكن المصلحة العامة تتطلب منا قول الحقيقة. ولا أطيل عليكم، كل ما بوسعي قوله هو أتمنى أن نكون جنبا إلى جنب في الدعم بشتى الطرق بدلا من التكلم والأمنيات. ولكم مني جزيل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.